من هنا من قلب كتارا، المكان الذي يمزج جمال الماضي بإشراقة المستقبل. بنكون معاكم في تغطية استثنائية ومتابعة لكل فعاليات اليوم الوطني والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. من استديوهاتنا مع مناديبنا ننقل لكم الصورة بكامل تفاصيلها. على الوعد من 18 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الساعة 4 عصرا مباشرة على قناة الريان.